نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا في هذه السلسلة هذا المجلس، والذي هو إن شاء الله تبارك وتعالى المجلس ما قبل الأخير في تفسير وبيان معاني سورة الفاتحة، لكي نستهل بعد هذا المجلس وبعد الذي يليه أنواع أو بعض أنواع الهدايات التي اشتملت عليها آيات الصيام من سورة البقرة. طبعا هذا إن شاء الله سيكون في المجلس الذي يلي المجلس المقبل إن شاء الله، إن أطال الله عز وجل الأعمار ويسر اللقاء. أما مجلسنا اليوم فموضوعه معنى قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. لنتكلم في الحصة المقبلة عن معنى قوله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليكم السلام. إذن قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قد تقدم معنا في الحصة الماضية أن الله تبارك وتعالى نصب لعباده طريق السير إليه، ونصب هذا الصراط بنفسه، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بدلالة الخلق عليه. وهذا السبيل الذي هو الصراط المستقيم عرفه الله عز وجل كما مر معنا مرة بأن قال الصراط، عرفه بالألف واللام، وقلنا بأن هذا التعريف يقتضي الاختصاص، وثمرة هذا الكلام أن نعلم بأنه ليس كل طريق يوصل إلى الله، ولكن إنما هو صراط واحد. وهذا الصراط هو الذي جاءت الرسل وأنزلت الكتب ببيانه، وذلك من خلال الشرائع، وهذه الشرائع قد اشتملت على كل مجالات الحياة، وأقصد بالحياة الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ففيها بيان العقائد، وفيها بيان العبادات، وفيها إحكام المعاملات. لكن الله تبارك وتعالى نظراً لأهمية هذا الصراط وكثرة من يختلف عنه ولا يسلكه، فإن الله تبارك وتعالى أكثر عليه من الدلالة والبيان،
ما معنى هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى يقول: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. عن الصراط لناكبون، بمعنى معرضون عن هذا الصراط. من هم الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ والذين لا يؤمنون بالآخرة هم الأكثرون، كما قال جل وعلا: بالرغم من إنزاله الكتاب بيانا كافيا شافيا، فإن أكثر الناس بقوا على حال الكفر دون الإيمان. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذن هؤلاء أي الأكثرية ناكبون، منحرفون، ضالون، معرضون عن الصراط. فلذلك الله عز وجل حتى لا تغتر بهذه الكثرة الكافرة، فإنه سبحانه وتعالى عدد العلامات التي ترشحك لتسلك هذا الصراط ولا تسلك غيره. فمرة خصص فقال الصراط ولم يقل صراط، لأن الصراط نكرة، والنكرة اسم شائع في جنسه لا يختص بشيء دون شيء. لكن المعرفة الله عز وجل خصها بأن عرفها، فهذا الصراط مخصوص من عند الله، فيجب عليك أن لا تسلك غيره. أسلك هذا الصراط. ما هو هذا الصراط؟ الصراط الذي عرف الله إليكم، جعله معرفة، معرفة مادية هكذا في النطق، ومعرفة معنوية. إنما أرسل الرسل تترى، أي رسول يتلوه رسول، وأنزل الكتب متتابعة شاملة لجميع أنواع الهدايات، وذلك في كل زمان وفي كل مكان. إذن البيان الثاني لهذا الصراط بيّنه بأن قال في الآية التي سندرسها اليوم بإذن الله: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا البيان هنا للتعيين، بمعنى الصراط المستقيم الذي تدعو الله عز وجل صباح مساء أن تسلك أو أن يوفقك لسلوكه. هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم. إذن الذين جاءت هنا للتخصيص. لماذا؟ لأن الناس في سلوكهم للصراط كثر. هناك من يسلك الصراط ثم لا يستقيم عليه، ينحرف ويخرج من الصراط. وهناك من يسلك الصراط ثم ينقطع ويقف ولا يتابع السير، يقف مكانه. وهناك من يسلك الصراط لكن لا يصل، لأن عقبة من العقبات التي اعترضته في ذلك الصراط حالت بينه وبين وصوله. فهؤلاء ليسوا من الذين أنعم الله عليهم ولو سلكوا الصراط. وأنت ترى في دنيا الناس بأن الناس إزاء هذا الصراط على أقسام، منهم من لا يعرفه أصلا، ومنهم من يعرفه لكن يتردد فيه، فمرة يسلكه ومرة يتركه. ومنهم من يعرفه ولا يتردد فيه، بمعنى ليس عنده شك فيه، لكنه أعيا وأصابه الكسل والعجز والملل، فلم يطق أو لم يطق أن يستمر على الصراط. شحال من واحد عارف الحق ومعمره
يعتقد في نفسه بأن هذا الحق يعني خلاف الحق، يعلم بأن هذا هو الحق، ولكن المسكين أعيا لأن السير طويل ويحتاج إلى عدة. لذلك أنت تجد الناس في أعمالهم أنواعا، كي يدوز عمره كامل وما عرفش طريق الموصل إلى الله، شرف هارم وما عرفش طريق الموصل إلى الله. والقسم الثاني يتردد، مرات لقاهك مرات لقاهك، يتردد، مرة هو شاد الصراط المستقيم ومرة انقطع عنه. والقسم الثالث عارف الصراط، وإلا بغيتي أنت تبين لي الصراط هو غادي يبينه لك، يقول لك إياه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ولكن القوة والجهد اللي خاص تكون عنده ديال العلم وديال العمل وديال الإيمان ما كيناش، فهذا عاجز. وفيه يقول الشافعي عليه رحمة الله قال: ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هاد كلهم لم تحصل لهم تمام النعمة من الله. لذلك أنت تطلب وتقول وتسأل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تمت لهم النعمة. من هم؟ قال الله عز وجل، وهذا وجه ضمن وجوه سنذكرها بإذن الله، لماذا قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط فلان وفلان؟ مثلا هؤلاء الذين تمت النعمة لهم، قال الله عز وجل عنهم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. محل الشاهد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء تمت لهم النعمة: النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. طيب لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين؟ لماذا جاء بالاسم الموصول؟ الاسم الموصول هو قوله عز وجل الذين. علاش؟ لماذا؟ أولا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يفصل لعباده سبيل الهداية بأن ألصق طريق الهداية بأناس نالوا نعمة الله عز وجل بسبب. علاش الله عز وجل غادي يجعل العلامة ديال الصراط المستقيم واحد السبب داروه واحد الناس اللي نعم عليهم الله؟ شكون هاد الناس؟ نبيين، صديقين، شهداء وصالحين. فكأنه عرف الصراط المستقيم بمن جاء بسبب سلوكه. علاش؟ ما هو سبب سلوكه؟ أن الله تبارك وتعالى قال أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا كانوا من أهل الصراط؟ لأنهم من الأنبياء. لماذا كانوا من أهل الصراط؟ لأنهم صديقون. لماذا كانوا من أهل الصراط المستقيم؟ لأنهم صالحون، لأنهم شهداء. لماذا؟ أولا كي تعلم أن نعيم الله مستحق بسبب، وإلا عرفت بأن النعمة ديال الله عز وجل مستحقة بسبب ما غاديش تمشي تنعس، غادي تمشي تدير بسبب. بالنسبة لسبب النبوة ما يمكنش، لأن الله عز وجل تيختار لي، الله أعلم حيث يجعل رسالاتي. بقي لك السبب ديالاش؟ صديقين، تكون صديق، تكون من الشهداء، إما أن تكون عالما أو أن تستشهد في سبيل الله في القتال. تكون من الصالحين، صالح لا يقال صالح إلا لمن حقق التوحيد،
ثم أتى بلوازم التوحيد من أعمال الجوارح واجتناب المعاصي. إذا هذا هو السبب، ما نمشيش ناس واش بغيتي هذا الصراط هذا هذا اللي بغيت هو سير خدم. كل من الصديقين ولا كل الصالحين أو كل الشهداء، هذا سبيله. وهذا دليل على أن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. أنت الآن خلقت في الدنيا، والدنيا دار ابتلاء، وستزول منها وستتحول إلى ماذا؟ إلى دار البقاء. وهذه الدار ليس فيها إلا منزلتين، فمنهم شقي وسعيد، إما من أهل الشقاء ولا من السعادة. إذن سير اجتهد باش ما تكونش من أهل الشقاء وتكون من أهل السعادة الذين أنعم الله عليهم. هذه واحدة. الثانية بيان أن هؤلاء إنما كانوا ذلك ليس بسبب أعمالهم، وإنما بهداية الله لهم، لأن حتى هذيك الأعمال نوع من الهداية. وشحال واحد يد باش يعمل، ورجل باش يمشي للخير، ولسان باش يذكر الله ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن ماذا به؟ والو. شحال واحد بحال كي تدخل للسوق، كل واحد جايب معاه فلوس، وربما يكون الفلوس اللي جايبها هي اللي جايب انت، هي اللي جايب هذا، هو اللي جايب هذا، نفس المقدار. لكن كاين اللي تيعرف يتقدى وتيتقدى داك الشيء اللي خاصو كامله وتيشد الخير، وكاين اللي ما تيعرفش شمتوه. فهذا الذي افنى عمره في لا شيء، اش خاصو؟ خاصو التوفيق، الهدايه من الله. فما حصل للذي استفاد من السوق ليس بجده وكده واجتهاده وذكائه، لا، ولكن بنعمة الله عليه. لذلك إذا نجا من نجا من الله يوم القيامة يقول لقرينه اللي كان معه في الدنيا: تالله إن كدت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ماشي أنا، ماشي جدي، ولولا نعمة ربي لكنت منكم، كنت أنا بحالك، ولكن الله تعالى نجاني. هذه الثانية. الثالثة: تعلم بأن النفوس مجبولة على الاستوحاش من الانفراد. لو بقيت في بلاصة بوحدك تستوحش، فتريد الأنس، تبحث عنه. وكذلك إذا لم تكن وحدك، وإن كان معك غيرك، إذا كان هذا الغير قلة قليلة، فيظن كثير من الناس أن الحق مع الكثرة، كما تيقولون الكفار، قال الله عز وجل عليهم: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا الكفار أهؤلاء، هذا الشير ديما، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ما يمكنش، أقلال هادو، علاه؟ الله نعم بالهداية غير على هاد شوي كيك. فدائما النفوس هكذا كتشوف العدد قليل باش يوقع ليها، يعني تتقول ما يمكنش هاد العدد القليل يكون معاهم الحق، كتشوف العدد القليل تستوحش. فلأن صراط المستقيم القليل من يسلكه، كما قلنا في مطلع الكلام: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وهم الكتاب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فإذا ملي كتشوف أنت ديك القلة وما اللي شادين الصراط المستقيم، وتتشوف الكثرة هي اللي غادية في الانحراف، الإنسان إلا ما نبهوش الله تبارك وتعالى بهذا الكلام: صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم المنعم عليهم، وخا تشوفهم قلال، إن لم ينبهك الله غادي تولي تتوزن داك الميزان ديال القرعة، كتقول لك ترى هي الحق، وهذا ضلال مبين. دائما القلة هم أتباع الحق، إن هؤلاء لشرذمة قليل، كي قال فرعون: وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. الكثرة
وما آمن معه إلا قليل، سيدنا نوح عليه السلام. فلذلك الله عز وجل حتى لا تفتن بكثرة المخالف وتصدق تبعهم، وهذا يحصل للمترددين. شي واحد مازال ما عرفش ما تبتش راسه على الحق يحصل له التردد. ما هو التردد؟ مرات يقول لها يقتل الخضرة، هذيك ترى هي اللي مع الحق، راه ما يمكنش كاع هاد الناس مقلوبة عليهم الكفار. مرات يقول ولكن هاد الشيء تيقولوا هاد القلة صحيح، تيقبلوا العقل والمنطق ومنسجم مع الفطرة، وتيبقى مسكين يضطرب ويتردد. تيجي الله عز وجل تيقول لي شوف راه هذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم. مسألة أخرى فيه بأن الهداية لا بد قبلها من جهد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يتعوذ من أمور، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والجبن والبخل. العجز والكسل، انتبه إلى شدينا الآية اللي في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية اللي في سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بغيتك تقرأ قبل من هذه الآية في سورة النساء، فالشيء يقول الله عز وجل ولونهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بغيت تهضر الصراط المستقيم دير هذا الشيء اللي قبل اللي هو ولونهم فعلوا. ثاني ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا غادي نعاودو نقولوهم نرتبوهم بحسب الوقوع ديالهم، ماشي في الآية ولكن في الواقع كيخصهم يكونوا. أول شيء أن تحضر في مجلس ذكر وتستمع لكي تعظ قلبك، فكتستنجد الأمور. الأمر الأول العلم، لأن الله لا يعبد بجهل. ماشي أنا اللي تنقول الإخوان، راه هذا كتاب الله ينطق. احنا كلنا مربوبون لله عز وجل، الله تيملكنا، الله تعالى هو اللي تيقول لنا. اذا لو انهم فعلوا ما يوعظون، اول شيء غادي تحضر مجلس ذكر يحصل لك منه جوج الامور. الامر الاول الموعظه، شي حاجه اللي ترق قلبك، حيت الا خليتيك غادي يقصى اكيد. والله عز وجل خالق هذه الانفس يعلم حاجتها الى الموعظه. الامر الثاني كتستفد في مجلس ذكر انك تتعلم العلم، لان الله لا يعبد بجهل. كتعلم كيفاش تعتقد، كيفاش تعبد، كيفاش تتعامل، كيفاش الاخلاق. راه ما يمكنش شي واحد حتى الى متى غادي تبقى انت تتقابح وتقول انا عارف. الله يهديك، ما يمكنش. واش ضربت مسائل العقيده ديالك، الايمان بالله، الملائكه، الكتب، الرسل، اليوم الاخر؟ واش ضربت المسائل ديال العبادات ديالك، الصلاه، الصيام، الطهاره؟ واش ضربت انت المسائل ديال المعاملات ديالك؟ زعما انت ما عمرك بعتي وشريتي في حرام، ما عمر ذاك البيع والشراء اللي درتي كان حرام، ما عمرك خالفتي فيه الشرع، ما عمرك تعاملتي مع الزوجه ديالك شي معامله خطا وشديتي الاثم بسببها وانت ما على بالكش. ما عمر هادشي وقع مع ولادك، مع جيرانك، مع اي واحد. فلا بد ان تقيم دينك بالعلم، لان العلم المجال ديالو الدين المجال ديالو واسع. الدين مجاله واسع، كيشمل العقائد والعبادات والمعاملات، وحنا عايشين فيهم، عايشين. لابد ان نعتقد ولا بد ان نعبد ولا بد ان نتعامل. واش يمكن شي واحد يدخل لدارو ويسد عليه؟ ما باقيش يحل حتى شي واحد، ولا يخرج حتى شي واحد، ولا يكلم حتى شي واحد، ولا يخرج يتقدى ولا يبيع ولا، ما يمكنش، مستحيل. دابا الان تحكم على شي واحد تقول لي شوف نعطيك انا 100 متر وتسكن ليه في الجبل، ما عندك حتى حاجه، يقبل؟ لا ما يقبلش، ما عمره يتعامل،
مع الجن ما يمكنش. فلا بد ان يكون له تعامل، ينبغي ان يقيم دينه في معاملاته في عباداته في عقيدته، يقيم الدين. انا قيم الدين، وقف الدين ديالك، وقف الصح بليه. فهذا هو معنى قوله فعلوا ما يعظون. الامر الثاني، اذا بقينا تحضر مجلس الذكر استمرار تاخذ منه الموعظة وتاخذ منه العلم. الامر الثاني ان تعمل، ان تعمل لا بد من العمل، لانه قال فعلوا، ماشي قد تعرفك الامور تظهرك. ان تعمل بالعلم لانه حجه عليك مذ علمته. الامر الثالث ان تسال الله عز وجل الثبات لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اش غادي يوقع لهم الى داروا بهذه المراتب الثلاثه؟ نعودها، العلم، مجلس ذكر اللي فيه موعظه وفيه علم، العمل به، ثم ماذا؟ سؤال الله عز وجل ثبات عليه. الى درتوا هذه الثلاثه ديال المسائل غادي نعطيكم، تيقول لنا الله عز وجل غادي يعطيكم جوج. الاول واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. علاش؟ لانك درتي واحد العمل عظيم، خلفتي الهوى ديالك، وخلفتي النفس الاماره بالسوء، وخلفتي الشيطان ديالك، وخلفتي الجماعه ديالك، لان اكثر الناس ما تبعيكش على هذا الشيء. غير باش تخلف الناس في العادات ديالهم راه امر صغير شاق على النفوس، بحال كتعزل راسك وسط جماعه. تصور الى انت مزوج في دار، والناس تمايا في هذيك الدار باركين على الافلام والمسلسلات والموسيقى والتبرج واختلاط النساء بالرجال، كيف غادي تحس؟ بحال ما عطاش بيدي تصنع. الا بغيتي غير تدخل، غير تقعد تاكل، تمشي غير لبيتك تنعس. غربة. علاش؟ لان هادشي اللي تقول انت ما كاينش اللي داير به، ما كاينش كاع اللي دايرو كاع في الحسبان، ما كاينش. كانك تغرد خارج السرب. وربما تتكلم يقول لك شي واحد ما انا اش يقول وين يهضر هادي، انا ما عمرني سمعنا هادشي، غادي يقول هذا. في يعني الهدايه راه في مشقة، لذلك الاجر على قدر المشقة. اجرا عظيما واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما، خصوصا في هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيتي على الناس زمان، المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر. ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيها بما انتم عليه اجر 50. قالوا منا ومنهم، قال بل منكم. اجر 50 صحابي. قالوا لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم، رد البال، انكم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون على الحق اعوانا. ما تلقوش اللي يعاونهم من الحق. غربه في ممشى، في دار، في الخدمة، في الشارع، بين الجيران، في المناسبات، كذا كذا كذا. تيموت باك الله يرحمه. تتبغي انت مسعي تكون كلها على الشرع. تيجيو الجيران، هادو ما مات لهم حد، ولكن ساكن ما عارفينش. مالو ما باش يدير العشاء؟ واش ما واش هاد السين؟ وعلى ما يدير العشاء؟ مسكين قدر لا ما عندوش. أنا جمعوني باش يدير العشاء؟ ها هما جمعوا لي، وهو راه جمع لي، من هو باش يدير العشاء؟ هاد الحياة هادو شكال، هاد الحياة دي شكال. الناس مساكنة هكا، الناس دابا اللي قال هكا راه الله يعمرها دار، اللي قال بحال هكا هذا الله يعمرها دار. أما اللي نسأل الله السلامة والعافية راه يكيدليك ولا يدليك شي مصيبة أنت كاع ما حاسس بها. علاش يدليك؟ والو، لأن أنت بغيتي تقيم أمك على الشرع، وهو داك الشرع هو ما عرفوش. وكما يقال قال من جاهل شيئا عادا، الناس اعداء وما يجهلوا. واش كنت يوقع؟ اذا قال هذه الاولى، والثانيه هي اللي كتهمنا حنا. الاولى قال فيها اذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولا هديناه. دائما الله عز وجل اذا ذكر شيء واستعظمه وما سماش ما حسبوش راه شي حاجه يعني فوق الحساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجرا عظيما
وغير صبر حتى تموت. صبر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، راه الأجر ديالك كبير. وإذا لآتيناهم إلا دنا أجرا عظيما. الثانية ولهديناهم صراطا مستقيما، ياك هو الصراط المستقيم اللي كنتكلموا عليه هو هذا. إذا إلا بغيتي الهداية الصراط المستقيم خصك دير ثلاثة ديال الأمور، وهاد الناس الذين أنعم الله عليهم راه دايرينها. الأمر الآخر وأظنه الرابع أنه قال صراط الذين أنعمت عليهم، ليبين أنك حينما تدعو مش كان دعي الله عز وجل أتوسل إليه بأفعاله الجليلة العظيمة. ومن عظيم أفعال الله فعل الهداية والنعمة على العباد بها. فالله عز وجل له أياد بيضاء على الناس. الله تبارك وتعالى مسدي هذه النعم إلى عباده باش يتفضل عليك الله عز وجل بنعمة الهداية. هذا أمر عظيم، وعلى عدد ديال النعم الله عز وجل سماها في القرآن نعم، والناس ما عارفينهاش، ماشي ما عارفينهاش، دابا إلا ذكرتها كلشي غادي يعرفها، ولكن ما تيعدوهاش في النعم. الباباني عليه رحمة الله وكان إمام أهل السنة في زمانه قال واحد الكلام، قال والله لا أدري على أي النعمتين أشكر الله، أن هداني للإسلام أو أن هداني للسنة. هذه نعم عظيمة، الله عز وجل قال على هذه النعمة اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، وكان هذا النهار يوم الجمعة يوم عرفة فجزاد على الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين نعمة، لأن تصور دابا أنت نشأتي وكبرتي في بلاد كفر، شخص كون كبرتي لا قدر الله نصراني أو يهودي أو وثني بحال هاد الناس اللي في الهند يعبد الفئران، يعني تيغسل بول البقرة تيغسل به وتيغسل وتيحس راسو يعني وصل واحد المرتبة يغبط عليها. يعني نعمة، هادي نعمة، نعمة الإسلام نعمة، نعمة الثانية السنة. لأن الآن كتسمع واحد الكلام تيقولو شحال واحد تيقول وكل شيء تيقول لك أنا على الكتاب والسنة، ما بقينا تلفنا ما بقيناش نعرف. دابا أي واحد ينتسب إلى الإسلام على انتسابه على أجره وبجره، وخا يكون يعني مؤمن في الإسلام لكن ينتسب للإسلام، يقول لك أنا على الحق. من سائر الطوائف الشيعة الرافضة يقول لك على الحق، الخوارج يقول لك احنا على الحق، المرجع يقول لك احنا على الحق، الأشاعرة يقول لك احنا على الحق، جمعنا بين العقل والنقل، المعتزلة احنا هما اللي على هذا العقل وما أدراك ما العقل، كل شيء. وشي واحد منهم يقول لك لا انا ما علاش الكتاب والسنه. فين هذاك الله عز وجل السنه لفظا ماشي شعار هزو كاتبو على جبهتك، انا سني، لا حقيقه في الاعتقاد في العبادات في المعاملات حقيقه في الاخلاق سني. هذه نعمه كبيره في كل شيء، في كلامك في دلك في هديك في لباسك في كل شيء سنه، تتشوف فيه تتذكر سنه. خصوصا وان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش شي حاجه الا ذكر لنا السنه اللي فيها. ياتي يهودي يهودي ياتي الى عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان يهودي، تيجي عند واحد اليهودي تيقول لي هكا، تيقول لي ان صاحبكم هذا تقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم كل شيء حتى القراءه. هذا القضاء الحاجة حتى هي قالها لكم كيفاش ديروا ليها. ايوا ما يمكنش اللي علمنا حتى كيفاش نستنجاو ما يعلمناش كنديروا في شعر راسنا وفي الزغب ديال وجهنا وفاش يعني في المضمضه والاستنشاق والوضوء واللباس، ما يمكنش ما يمكنش. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم كل شيء تقولنا منه خبر، كيدير لهادي كيدير لهادي كيدير. الصحابة نقلوا كل شيء، نقلوا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في اليمنى جوج
وفي اليسرى وحده. نقلوا لنا صعب حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم هذيك الحاره الى حصل راسه باش يهدات يبدا بالشق اليمين عند الشق اليسار. كل شيء نقلوه فهذه هدايه. واش انت وقف واحد الوقفه مع راسك قول واش انا بغيت حقيقه الهدايه ولا لا، ولا انا تنكذب. صدق مع راسك ما تكلم مع حتى شي واحد، منك بنفسك واش انا بغيت حقيقه الهدايه. راه كل شيء كاين. إذن هؤلاء استوجبوا هذه النعمة لأن الله عز وجل أنعم بها عليهم، فأنت تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه منعم ومحسن إلى عباده بأن تكون أنت أيضا من الذين شملهم وعمهم إحسان الله عز وجل ونعمة الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه ذو الفضل العظيم الواسع العليم. واسع العطاء، ماشي غير عطاء لهادو صافي ويحبس، لا، كل من تعرض للهدايه تعطي الله تعالى الهدايه. والخامسه قال الذين انعمت عليهم، لان الانسان اذا سمع الاسم الموصول الذين يقف ويكون له اشعار بالعلم وحصول توقد في الذهن. شكون الناس غادي تذكروا بعد الذين كيتسمى يعرفون؟ كما كنقول مثلا الجائزة الأولى للذين، وأنا نسكت، ماذا يقع في النفس؟ شوق، تشوق إلى معرفة من يستحق هذه الجائزة الأولى. كذلك الله عز وجل قال صراط الذين أنعمت عليهم، شكون اللي كيستحقها؟ ننعم عليهم الله تبارك وتعالى. يا ربي أنا لا بغيت نعرفهم. قال لك الله تبارك وتعالى ما غاديش نذكرهم لكم بسمياتهم، غنذكر لكم نماذج منهم رقم واحد، ورقم جوج غادي نذكر لكم الصفات ديالهم باش كنفتح لكم الباب إلا بغيتوا تكونوا بحالهم جيبوا الصفات ديالهم، وأنت أنتم غادي تكونوا من الذين أنعم الله عليهم. فأين ذكرهم؟ في سورة النساء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأين ذكر نماذجهم؟ في القرآن كله. كاع اللي هما صديقين داخلين هنايا، وكاع اللي يذكرهم الله عز وجل في القرآن بالصلاح داخلين هنايا، وكاع اللي يذكرهمش. فمثلا الله عز وجل قال ذكر جملة من الأنبياء، قال إنهم من الصالحين. وأثنى على مجموعة من الأنبياء، قال نعم العبد إنه أواب. بل حتى النساء التي ذكرها الله عز وجل بمرتبة الصديقية وأمه صديقة مريم حتى هي دخلت معه، بمعنى هما راهم محصورينش هما غير بالذكور ولا غير بالإناث ولا غير بالكهول ولا غير بالشباب ولا غير بالشيوخ ولا لا، كاع اللي جاب هذه الصفة. فبالتالي الله عز وجل يفتح باب الهداية لكل أحد، مهما يكون يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني أو علماني، ما عنده كاع دين، يكون مؤمن أجي دين سبب الهداية تكون من المهتدي. ما درتيش سبب الهداية تما بقيتي. إذن هذا هو السر في قوله الذين، ثم لما قال الذين أنعمت عليهم هذا فيه أمران. الأمر الأول أن الخير تنسبوه إلى الله، نعمة الهداية لمن كنسبوها؟ الله تبارك وتعالى، لأنه فاش قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماشي قال الذين غضبت عليهم والذين أضللتهم، مع أن الله غضب عليهم وأضلهم كما سيأتي في الحصة المقبلة إن شاء الله. ولكن هنا علاش قال الذين أنعمت عليهم؟ فذكر الله الضمير الذي يرجع إلى الله جل وعلا، وفاش تذكر الغضب وتذكر الضلال نسبوا لهم هما، المغضوب عليهم بناء المجهول، غير المغضوب بناء ما لم يسمى فاعله، استغفر الله، لولا أن نقول بناء ما لم يسمى فاعله، غادي يجي معنا إن شاء الله في الحصة المقبلة. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فبناه لما لم يسمى فاعله، لم يذكر من الفاعل، لكن لما قال أنعمت عليهم ذكر الفاعل، لأن النعمة خير والخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إلى الله. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. إذن صراط الذين أنعمت عليهم. الأمر الثاني، أنعمت عليهم على من؟ على من ترجع؟ ضمير يرجع إلى من؟ إلى؟ ما عرفتش لمن يرجع الضمير؟ أجيبه، لمن يرجع الضمير؟ أنعمت عليهم شكون؟ من الذي أنعم عليهم؟ الله، الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه توحيد. كيف توحيد؟ توحيد في الربوبية، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. راه الهداية ما حصلتش، الهداية ديال الله عز وجل ما حصلتش لك أنت بالذكاء ديالك أولا بكثرة أنك قريتي بزاف، لا أتقرأ بزاف وتلف، شنو أتقرأ بزاف وتسلوا من الناس يكون هادي يعرفوا به الحق فإذا به يضيع. محمد صلى الله عليه وسلم ويقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور هو تفك شي حاجة، والكور هو الإمامة تدور عليك، بمعنى أنت يعني اربطي الحبل ديال الهداية ثم ما تبتكش الله تبارك وتعالى حليتي. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أعطى الله القرآن فماذا وقع؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الأصل في ذاك اللي أعطاه الله الآيات ديالو يكون من الضالين ولا من المهتدين؟ سيكون من المهتدين، لكن هذا كان من الغاوين. والغي ضد الرشد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، حيت باعوا شراء يعني بدل العلم اللي غادي يمشي به الجنة، بدلوه بالسلطة، بدلوا بالجاه، بدلوا بالفلوس. ما بقيش تقول للناس هذاك الحق، احنا غنعطيوك داكشي اللي خاصك، ما بقيش انت تكون على هذاك الحق. لحقاش الا شديتي هذه السلطه ما تتناسبش هذاك الحق اللي معاك، ما بقيش انت تكون على هذاك الحق، لان هذا الكرسي وهذا المنصب اللي غادي نعطوك ما كاش تقول فيه هذاك الحق. فهمت الان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لكي يحرص على المال والشرف تيفسد الدين، لأنه هادشي يدير تيدير بيع وشرية، وهاد البيع وشرية قديمة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هادو ما تيهديهمش الله، هادو ما داخلينش في الذين أنعم الله عليهم. قال الله تبارك وتعالى الذين أنعمت عليهم، ولم يقل فلان وفلان وفلان. علاش؟ قطعا للقلوب عن التقليد. كون قال الله عز وجل فلان وفلان وفلان غادي نمشيو نديرو بحال فلان، سواء خطأ أو لا أصاب، هذا تقليد. ولكن فاش يقول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، بمعنى ماشي هما معروفين فلان وفلان وفلان، ولكن معروفين بالصفات اللي داروها. فدير انت الخير اللي داروا واجتنب الشر اللي داروا، ما تبعوش الشر. اذا قال الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ان شاء الله ياتي تفسيره في الحصه المقبله ان طال الله عز وجل العمر ويسر اللقاء. صلى الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.